يا أهلا ومرحبا بيكم. في فيديوهات سابقة كنا وضحنا عمليات تني الصاج وبرضو وضحنا عمليات قطع الصاج. هتلاقي الروابط الخاصة بالفيديوهات دي أسفل الفيديو الحالي في صندوق الوصف. أما دلوقتي هنبدأ نوضح عملية سحب الصاج أو عمليات سحب الصاج، لكن في البداية خلونا نتعرف إيه هي عملية سحب الصاج، ممكن أستفيد منها بإيه. ممكن عن طريقها تصنع منتجات زي حوض الغسيل، علب المشروبات الغازية وعلب الأغذية والجسم، أنبوبة الغاز وغيره. وعمليات السحب العميق في الأغلب بتتم على مكبس هيدروليكي زي اللي احنا شايفينه ده، وبتحتاج قالب تشكيل خاص بيتم تركيبه على المكبس الهيدروليك. ويعني سرعة السحب بتكون في حدود من 4 ل 12 بوصة لكل ثانية. ومن خلال عملية السحب العميق ممكن ننتج منتجات نهائية بعدد قليل من العمليات. والمواد اللي ممكن نستخدمها زي النحاس والصلب والستانلس ستيل والتيتانيوم، كل دي مواد ممكن نستخدمها في عملية السحب. ودلوقتي تعالوا نتعرف على مراحل عملية السحب. ايه اللي بيتم في عملية السحب؟ اول مرحلة بتبقى هي مرحلة تجهيز الشريحة، يعني بنحتاج نجهز شريحة او ممكن تبقى شكل قرص شكل دائري زي كده. ده بيكون عن طريق عملية زي عملية البلانكينج او من خلال يعني قالب تقطيع بنسميه بلانكينج او سيمبل بلانكينج. ممكن تكون عن طريق تقطيع بالليزر او البلازما او غيره. وابعاد البلانكينج ديت او البلانكا باللغة الدارجة بنقول عليها البلانكا، بيكون ابعادها بتتحدد على حسب الحجم النهائي للمنتج. ممكن في الفيديوهات التالية نوضح ازاي بنحسب ابعاد البلانكينج. المرحلة التانية وهي بتبقى مرحلة السحب، والمناسبة احنا ممكن نحتاج يعني سحبة واحدة عشان نطلع المنتج، وممكن يكون اكتر من سحبة. ده بيعتمد على المراحل اللازمة لانتاج المنتج، وفي حسابات للكلام ده او للموضوع ده ممكن نوضحها قدام او لاحقا. طيب في المرحلة الأولى أو مرحلة السحب بيكون في قوة ضغط، وفي نفس الوقت بيبقى في قوة شد، يعني قوة شد مقاومة دي بتيجي من المعدن نفسه عشان تقدر توصل لشكل المنتج اللي انت عايزه. المرحلة الثالثة وهي مرحلة استمرار في عملية السحب عشان نوصل للمنتج النهائي زي المنتج ده مثلا. وبالمناسبة لو المنتج يعني السمك بتاعه او السمك الخاص بالمعدن ما تأثرش، بنسمي العملية دي عملية بيور ديب درونج. اما لو حصل تأثير في سحب المنتج وحصل تغير في السمك بنسمي العملية دي ايرونج ديب درونج. وفي خلال الفيديو البسيط ده احنا كده خلصنا الجزء الاول، وبإذن الله في الأجزاء اللاحقة هنبدأ نوضح أنواع عمليات السحب والحسابات اللازمة.